عشنا وشفنا عشنا وشفنا عشنا وشفنا عشنا وشفنا هو كان على لون هالبطيخة. شايفة قديش احمر بابا؟ ايه طبعا بدها تكون حمراء لاني حظظت منك. بس انا البطيخة اللي اشتريتها امبارح كانت احمر من هيك. صحيح يا سيام، طلعت بطيخته احمر مني. مو احمر مني بابا، احمر من بطيختي. وانا هيك عم بقصد. وينو اخوك يا محمد؟ عم يكتب وظيفته جوا هو وعدنان. الله يرضى عليك يا سيهام، بدي منك تساعديه بالخطة لانه خطه عفشيكا وصاير مثل خرابيش الدجاج. على عيني بابا. بالمناسبة بابا، ليش ما بتحكي لنا حكاية؟ وعدتنا من زمان انك تحكي لنا حكاية. صحيح بابا، ليه ما بتحكي لنا اياها هلا؟ انا موافق، بس ما بعرف اذا منعم عنده استعداد. انا راح اكون اول المستمعين. اصبح تكرم عينكم، راح احكي لكم الحكاية هلا. هالقصة هي اللي بدي احكيها صارت مع ابوكم ظاهر شخصيا من 50 سنة. كان يا مكان في قديم الزمان. كنت انا تلميذ بالمدرسة والكل بيعرف اسمي ظاهر. وكنت حب المزح والمقلسة كتير، بس بدروسي كنت شاطر. وقتها كنت بالثالث ابتدائي على ما أذكر، وأشطر واحد بالصف. بس لما كان ينتزع مرائي كنت بوزن مثل اللي أكله كف، والكل كان يحبني. وكنت علم على رأسه نار، والشاطر بده يرافقني ويلزق فيني ليل نهار. وبعد الحكاية اللي صارت معي صرت مشهور، وبلا طول سيرة ولعي حكايتي بالشام صارت تدور. وبصراحة كلهم قالوا لي حكايتك حلوة وبتلخم لخم، ومو بعيد يساووا لي اياها سيناريو او فيلم. مرة من المرات اجانا مفتش عالساكت، وكنت بهديك الاوقات لساتني بصف الثالث، وكانت مدرستنا وقتها كبيرة وسياحة ونياحة، وبالبلد ما في اختها لا بالحجم ولا بالمساحة. بترددوا وراي هلا صوت عالي واضح، بدي مخارج الحروف تبقى واضحة، فهمتوا؟ فهمتوا؟ يا ثلج قد هيجت أشجاني، يا ثلج قد هيجت أشجاني، ذكرتني أهلي وأوطاني، ذكرتني أهلي وأوطاني، بالله قل عني لجيراني، بالله قل عني لجيراني، ما زال يرعى حرمة العهد، ما زال يرعى حرمة العهد. برافو، مين بيقرا لي اياها على السبوره؟ مين؟ لحظه لك، لحظه لك، قوم انت لشوف. يا ثلج قد هيجت اشجاني، ذكرتني اهلي واوطاني، بالله قل عني لجيراني، ما زال يرعى حرمة العهد. عفرم عليك، برافو، صفقوا له. هلا مين بيقرا لي هالقصيده بدون ما اقراها انا؟ قوم زكريا. أيها النهر لا تسر وانتظرني لأتبعك. عفوا أستاذ. أيها النهر لا تسر وانتظرني لأتبعك، أنا أخبرت والدي أنني ذاهب معك، فانتظرني لأتبعك. عظيم جدا، عود، يعطيك العافية، سف قوله. ماشي حال، ماشي حال، كفاها الله، بكفي حاجة. استسمعي استسمعي، مفتش جاي لهون. شو الحكي؟ جاي لهون للصف؟ هيك جاي فجأة مثل السيل بالصيف؟ ماشي حال، روح روح روح. ولا لا، جيب لي جاكيت أوام. لا أوام ولا يا أولاد،
يا اولاد يلا خلصني الباب. ما بدي اوصيكم يا اولاد، بدي اياكم مؤدبين. هلا جاي المفتش، كلياتكم بهدوء ونظام بتستقبلوه. تكتفوا لشوف كلياتكم منيح. عظيم. السلام عليكم. وعليكم السلام والإكرام. أهلا وسهلا ومرحبا. قيام. يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا يا سيدي. أهلا وسهلا، شرفتنا. تفضلوا أستاذ، تفضلوا تفضلوا. لا لا معلش، مرتاح مرتاح. شاي على السريع يا أبو عادل. جلوس. لا معلش يا أستاذ إسماعيل، لا تعذب حالك، أنا جاي بزيارة عمل وما في داعي للضيافة. على راحتكم أستاذ، على راحتكم، ما بنضايقكم. طبعا يا أولادي، الأستاذ تميم هو المفتش المنتدب من وزارة المعارف، وجاي يطمن على هالمدرسة يلي تعتبر من أهم المعاهد العلمية بالبلد. أستاذ إسماعيل، ممكن تعطيني دفتر التحضير؟ ولو على عيني وراسي، تفضل. شو كان عندك قبل حصة الاستظهار أستاذ إسماعيل؟ يا سيدي كان عندي حصة تاريخ. أيوة، معناها أنا حابب أسأل التلاميذ سؤال من حصة التاريخ إذا ما عندك مانع. لا ولو، التلاميذ كلهم على حسابك زيادة مفتش. قمت يا ابني. مين فتح الأندلس؟ شو ما بتعرف؟ عود انت هني وموقف. مين فتح الأندلس؟ كمان ما بتعرف؟ عود وموقف انت. تعال هو. مين فتح الأندلس؟ كمان ما بتعرف؟ اندفست محلها. السؤال للجميع، واللي بيعرفه بيرفع اصباته. مين فتح الاندلس؟ مين فتح الاندلس؟ شو ما حدا بيعرف؟ شو القصة استاذ اسماعيل؟ شايف لك ما حدا بالصف بيعرف مين فتح الاندلس. استاذ تميم صدقني كلهم بيعرفوا، بس بصراحة التلاميذ تبلكموا وتلعسموا بوجودكم، لأنه ما شاء الله عليكم، هيبتكم بتخلي الخوف يقطع الجوف. هيبتي؟ معقول؟ إيه والله يا أستاذ، هذا اللي صار. وإذا بدكم هلأ بجيب لكم ولد صغير من تلاميذي بالصف الثالث، وبيعرف يجاوبك على سؤالك. يا أبو إبراهيم. نعم أستاذ. الله يرضى عليك يا أبو إبراهيم. روح لعند الأستاذ فارس بالصف الثالث وجيب لي أي ولد لا على التعيين. يلا بسرعة عوام. حاضر أستاذ. أصدقني يا أستاذ، أحياناً الخوف والرهبة بتخلي الواحد ينسى اسمه. شو شايف لي قدامك، بعبع ولا مصاص دماء؟ أستاذ إسماعيل، أنا مربي مثلي مثلك. صحيح صحيح، العفو منك ولو، بس يعني التلاميذ بيخربطوا أحياناً من شدة الروح والمهابة. تعي أبي. أهلين طاهر، أهلين قرة عيني، أهلين حبيبي. وقف هون، وقف منيح، خذ نفس وجاوبني بهدوء. أيوة برافو عليك، جاوب. قلو للأستاذ تميم، مين فتح الأندلس؟ طاهر سمعتني؟ طيب شو بك؟ أنت أكيد بتعرف مين فتح الأندلس. إيه بعرف. رائع، عفي عليك. وهلأ بدي منك تقول للأستاذ تميم مين هو. ظاهر جاوبني، الله يرضى عليك، جاوبني ايه ولا لا. انت بتعرف مين فتح الأندلس؟ بعرف. اللي مين هو؟ ما بقلك. يحرق حريشك، شو بتحب المزح. تسلم لي عينك، ما اخف دمك. بس هلا بصراحة مو وقت المزح ظاهر، هلا الوقت يعني جدي شوي. بقى اللي بقوة وبصوت عالي، مين فتح الأندلس؟ ما بدي لك. معناته ما بتعرف. بقى شلون عامل لي حالك شاطر؟ لا بعرف. بتعرف مين فتح الأندلس؟ ايه بعرف. طيب قول لشوف. ما بدي لك. ليش؟ هيك بس ظاهر نسيان وما لك دريان، لأنه لو ما كنت نسيان كنت قلت. لا ماني نسيان.
لا لا اكيد انت نسيان وعم تكابر بقى. الله يرضى عليك اعصر لي مخك شوي، ركز معي، غمض عيونك وحاول تتذكر مين فتح الاندلس. حاول. لحظة استاذي، لحظة لو سمحت الله يخلي لي اياك، لحظة صغيرة. يا ظاهر يا حبيبي اسمع مني واستوعب ولا تخلي الاستاذ يروح وهو زعلان منك. لك قل له للاستاذ مين فتح الاندلس واصرفه. ما بدي له. هو لا شك انك مستحيل. لحق بإيدك. طيب قرب وقولها بإذني، وشوشني ظاهر. ما بقلك. لك يا ظاهر يا روحي يا عمري يا قرة عيني، ببوس إيدك، إيدي بزنارك إذا بتعرف قول. بعرف. قول. ما بدي قول. بظاهر أنت كسلان 100% وما بتعرف مين فتح الأندلس. لا سيدي مالي كسلان وبعرف كمان مين فتح الأندلس. يلي بيكون شاطر وبيعرف بيقول بيحكي. بعرف وما بدي اقول ولا بدي احكي. ظاهر. ولك يا ظاهر يا حبيبي ليش ما بدك تحكي انت؟ مشان شو يعني؟ مو مشان شي، ما بدي اقول لك. عال والله عال، عشنا وشفنا. انا ماشي يا استاذ اسماعيل. لا حول ولا قوة الا بالله. استاذ تميم، استاذ تميم. اخ بتعرف انت هلا شو عملت يا ظاهر؟ يلي صار انه المفتش رح يكتب فيني تقرير ورح يعاقبوني وينقلوني على شي ضيعه بعيده حتى اتغرب فيها كذا سنه، وكله من تحت راسك يا فلت زمانك. اللهم اجيبك يا طولة البال. طيب ماشي الحال، هلا كل شي راح والبعبوع انصرف. اللي سدولا انت بتعرف مين فتح الاندلس؟ جاوبني بكلمتين، كلمتين صغار، ايه ولا لا؟ ايه بعرف. بتعرفه اكيد وبتعرف اسمه؟ ايه بعرف اسمه. مين هو؟ ما بدي لك. طيب ماشي الحال، لا تقلي على كيفك. بس وقت اللي سألك المفتش تميم شو كنت خسرته وقلت له؟ ايه ما بدي له. قليل عن هديك الساعة اللي جبتك فيها من صفك حتى تبيض وشي. لك يخرب بيتك وبيت بيتك. شو ناوي تجيب لي الجلطة انت؟ ابطحوه على الرحلاية حتى ارفعوا فرقة اوام. شو بدك ابو ابراهيم؟ الاستاذ اسماعيل كان مش ظاهر نازل في قتل رح يموت. مين هذا ظاهر؟ ظاهر من ابو ظاهر الحمدان. ايه يلا شاي. شو هاد يا استاذ اسماعيل؟ طول بعد ما بيجوز والله. خرجوا الله لقيمه. ابو ابراهيم. نعم استاذ. خذ ظاهر غسل له وشه وغسل له رجليه وجيبه لعندي على الاداره لافهم شو الموضوع. حاضر استاذ. تعال شو تعال. قوم لك قوم تضرب بهالراس. مين بوطك نشوف يلا. احمله يحملك الجن ان شاء الله. روح. فوت الدار لشوف. فوت يلا. بعرفك ولد شاطر ودائما بتطلع الاول. بقى شو عملت له للاستاذ اسماعيل لحتى خليته يزعل منك؟ ما بعرف، رفعني فلقه وانا ما عملت له شيء. شو هالحكي؟ قال انا ما عملت له شيء، يعني هيك رفعك فلقه لله بالله؟ هات لشوف قلي شو سويت له. سألني من فتح الاندلس؟ ما قلت له. يعني ما عرفه؟ لا بعرف. شو بتعرف؟ بعرف من فتح الاندلس. لكن ليش رفعك فلقه؟ لاني ما قلت له. ولك ظاهر انت رح تاخذني؟ شو بعرف ما بعرف وقلت له ما قلت له؟ يعني انت بتعرف مين فتح الاندلس؟ ايه بعرف. ما زال بتعرف، ليش ما قلت له للاستاذ؟ هيك ما بدي له. يعني نسيت وما بدك تخزي حالك قدامه ولهالسبب قلت له ما بدي الا؟ لا ما نسيت. طيب اذا كنت صادق وبتعرف هات لشوف قل لي مين فتح الاندلس؟ ما بدي لك. ولك ظاهر انا ماني مصدق شو عم يصير. ها
يعني انا بفهم منك هلا انه الاستاذ سال سؤال وانت بتعرف الجواب وما بدك تحكي، مو هيك؟ ايه ما بدي احكي. ايه لا سيدي بدك تحكي ورجلك فوق رقبتك كمان، مين فتح الاندلس ولا؟ ما بقول لك. ولك طاهر لا تفكرني انا مثل الاستاذ اسماعيل، انا واصل معي لناس مناخيري ولا؟ بقول مين فتح الاندلس احسن لك ها؟ ما بدي اقول لك. اسمع ولك بدي اعطيك اخر فرصه لحتى تقول لي مين فتح الاندلس قبل ما افلت عليك وما حدا يقدر يلمني، مين فتح الاندلس؟ بعرف ما بدي اقول لك. يا الله ركزت على بابا. تعال يا قلبي تعال فوت على الدكان خسر وشك وبعدين تعال احكي لي شو صار معك. يلا يلا اهلين حبيباتي الله معكم يا ابنائي ابنائي الشطار يا اهلين. يعطيك العافية عمو ضاهر. اهلين ابن عمو اهلين الله يعافيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلين ابو حبيب الله يجعل ايامك مسك وعنبر. اهلين سهلين اهلين حبيبي. تعال يا ابني تعال. تعال بابا تعال عود هون لشوف وقل لي ليش عم تبكي؟ استاذ رفعني فلقة. الله يكسر دياته وشو شغلي فلتاني وليش رفعك فلقة؟ سألني مين فتح الاندلس وما قلت له. يخرب بيته شو قلبه قاسي، يعني إذا ما قلت له بيعمل فيك هيك؟ بسيطة بابا لا تخاف، بكرة أنا بروح بشتكي عليه لوزارة المعارف، شو الشغلة فلتاني؟ شو مفكر الأخ ما في حكومة؟ والمدير ضربني كمان. العمى وكمان المدير؟ ليش متحططين عليك هيك؟ ما بعرف، قال لي مين فتح الأندلس وما قلت له. الله يصلحك أنت التاني، ليش مالك دارس دروسك منيح؟ دارس. شلون دارس وما بتعرف مين فتح الأندلس؟ بعرف مين فتح الأندلس. بتعرف مين فتح الأندلس؟ ايه بعرف لكن ما بعرف. طيب ليش ما قلت له للأستاذ؟ ليش ما قلت له للمدير؟ ما بدي له. ايه فهمت عليك، بالظاهر كنت خايف أو كنت نسيان. لا ماني نسيان ولا لي خايف. ولك ضوعتني ظاهر بابا اللي يعني انت بتعرف مين فتح الاندلس وما رضيت تقول ما ظاهر ظاهر سمعاني بابا مين فتح الاندلس؟ ما بدي له. لك انا ابوه. اذا كان ما بالله. ايه بابا لا تقول انا بعرف مين فتح الاندلس بس بدي اعرف انت بتعرف مين فتح الاندلس؟ بعرف. مين؟ ما بالله. طيب مو مشكله يا تقلي انا رح اقول لك مين فتح الاندلس مو زير سالم؟ لا معناته ظاهر ببرس. لا مو هو. عرفته عرفته لا تقول عنتر بن شداد. لا ابن الوهاج. لا سيف بن زيزان. لا كمان مو هو. معناته ابو كامل. لا مو ابو كامل. اصبح ما في غير يوسف العظمه. لا مو يوسف العظمه. بابا الله يرضى عليك اللي مين فتح الاندلس قول بقى. ما بدي لك. ماشي الحال انا طولت بالي عليك لانك معكر واكلت لي استاذ هلا بس تروق بتقلي مين فتح الاندلس ما بابا؟ لا ما بالك. مو هلا بابا بعد شوي. لا هلا ولا بعد شوي. لا هلا ولا بعد شوي. ايه ما بدي لك. إيه بكونوا هالشوارب على مره اذا ما ربيتك خليتك تحكي يا كلب كلب كي مين فتح الاندلس ولك مين فتح الاندلس ولك يا ولد يا جماعه بالله عليكم قولوا لي مين فتح الاندلس؟ ظاهر؟ شو بك حبيبي؟ قولي على قامة امك يا ظاهر، شو بك تقبرني؟ عاد عاد ارتاح. مين عامل فيك هيك حبيبي؟ الاستاذ ضربني. الاستاذ؟ الله يبعث له مين يضربه مزربة حجر على راسه يا حق، وليش بقى ضربك؟ ما بعرف، والمدير ضربني كمان. والمدير؟ الله يبعث له مين يضرب له ابنه بزربة حجر كمان. ليش مستوطين حيطنا كل هالقد؟ وأبي ضربني كمان. الله يهدي ويصلحه. حدا بيضرب ابنه؟ بس فهمني لك أمي قبل ما تغسل وتتغدى أنت شو عملت حتى نزلوا فيك هالثلاثة قتل وضرب؟ ما عملت شي. شلون يعني ما عملت شي؟ هيك تبلوك تبلي؟ الأستاذ سألني مين فتح الأندلس؟ إيه؟ مت ما قلت له. وشو هاي بقى الأندلس تقبرني؟ علبة محارة؟ لا تنكسمني؟ لا
مش مع سكاكر؟ لا. بنت حلوة؟ طيب حبيبي اللي أنا قربت ولا بعدت؟ لا ما قربت. بعدت؟ ما بعرف. المهم هلأ يلي فاتحها من عنا من هون من الحارة؟ ما بعرف. لا تكون أنت فاتحها لك ظاهر. لا مو أنا. طب ليش ما قلت له للأستاذ إنه مو أنت؟ ما بدي له. طيب على المقلي قل له على الولد اللي فتح الأندلس. ما بدي له. يوه اسمعوا على هالسمعة، لكان بتسكت مشان تاكل فلقة ظلم؟ شو بتخسر إذا قلت له؟ يلي فتح الأندلس مو من عنا من المدرسة. يوه لكان شو دخلك أنت حتى يسألك؟ هذا أخذناه بدرس التاريخ. وأنت بتعرفه؟ إيه. طيب ليش ما قلت له للأستاذ عنه؟ ما بدي له. تاكل حبيبي. كول. الشغلة بلشت تهرش بجلدي هرش. لك امي برضاي عليك اللي مين فتح الاندلس؟ ما بدي اللي ولو مو انا امك لك ظاهر؟ بعدين ما في حدا غريب. برضاي عليك اللي مين فتح الاندلس؟ ما بدي لك. اذا سويت لك كاسه شاي خمير بعد الغداء. لك ما بدي لك. يعني ما بدك تقلي؟ شوف لك ظاهر، يا بتقلي يا بصرخ بالولي بلم عليك على الحارة. ها مخي ايه روح الله معي ايمان. يا ريتهم قتلوني وموتوك وريحوني منك. روح يا ريتهم ضربوك بزربك حجر على راسك وخلصوني منك. يبقيكي بقى تبقى الله. روح الله لا يوفق. وهذا اللي صار يا اولاد، كلهم يقولوا لي مين فتح الاندلس؟ قول احسن لك، وانا على قولت ما بعرف وما بدي اقول وما بدي اقول لك. طيب بابا انت هلا بتعرف مين فتح الاندلس؟ ولو طبعا بعرفه، انا اللي بعرف. بس انا ما بقصد هلا، بقصد بهداك الوقت لما اجى المفتش على المدرسه. طبعا بعرف. معقول بابا؟ اقسم بالله كنت بعرف من هداك الوقت. طيب مين فتح الاندلس؟ ما بقول لك. العمى بعد 50 سنة تناحوا يباسة راس وبدهم ياني يقلن مين فتح الأندلس على بارد الماء. ايه ما بقول والسما زرقاء. ما بقول ما بقول ما بقلكم. ألو أيوة. أهلين أستاذ علاء. لا والله لا 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 المقالة خالصة. ايه هي بإيدي. لا بس عم راجعة. يلا يلا دقيقتين كون عندك. الله معك، مع السلامة. شو القصة يا أستاذ عرفان؟ تأخرت اليوم علينا بمقالتك. بصراحة يا سيدي كانت معصل جمعي شوي. خير شو القصة؟ مالها بالعادة مقالاتك تعصلي جمعك؟ صحيح بس هالمرة فهمني هلا شو موضوع مقالتك اليوم؟ مثل العادة انتقاد المسؤولين والحكومة. وبدها المسألة كل هالتفكير وكل هالطولة؟ أي صار لك 22 سنة عم تنتقد الحكومة والمسؤولين، بقى شو الجديد بالموضوع؟ هالمرة متقل العيار شوي أستاذ علاء. وشلون متقل العيار يعني؟ هي طول عمرك بتقل العيار انت. صحيح بس استاذ عرفان يخلي لي اياك، انا ما بقدر كل مره اعطل العدد مشان مقالتك، لذلك ارجو منك انك تجهز المقاله دائما قبل بوقت مشان ما تخلي عمال المطبعه ينتظروك. على عيني يا استاذ ولا يهمك. سرا وصلنا على 2 قهوه وسط. مرحبا استاذ عرفان. اهلين وسهلين، شلونك ابو سليم؟ انت شلونك؟ شوف ابو سليم، اذا بدك ياني ادفع لك حسابك فاعذرني، انا حاليا ما بقدر ادفع لك كل فرنك ولازم تمهلني لاول الشهر. ليش مين جاب لك سيره الحساب؟ ولو يا استاذ عرفان حقنا معك مضمون. خير لكان، شو بتريد ابو سليم؟ يا استاذ عرفان انا خلال هالصيف انسرقت دكانتي 3 مرات، وهالشي ما بيجوز ابدا، لانه نحن ما عايشين بغابه ولا بحاره كل مين ايده له. ايه والله يا استاذ عرفان، حراميه هلكونا، فاتوا على دكانتي بنص الليل وسرقوا لي نص خروف من البراد. حتى أنا يا أستاذ ما وفروني، سرقوا لي ماكينة الحلاقة والاستشوار والموس، لك حتى المسن سرقوه. أوف،
ومين يلي متحطط عليكم وعم يسرقكم؟ مين بده يكون يعني؟ هالولاد الصايعين المايعين قليلين التربية اللي قاعدين بالحارة لا شغلة ولا عملة. طيب ليش ما بتشتكوا للشرطة؟ ومين قال لك ما اشتكينا؟ ايه وشو كانت النتيجة؟ يا سيدي بيمسكوهم وبيحبسوهم كم شهر بهالسجن، بعدين بيطالعوهم وبيرجعوا أمروا ألعن من الأول. ايه والله يا أستاذ عرفان، لا واللي بدي شك أكثر إنه عم يسرقوك بوقاحة، ما تربوا من الحبس اللي حبسوها؟ طيب عفوا يا جماعة، أنا شو دخلني؟ يعني بقش بقدر ساعدكم. أستاذ عرفان، أنت صحفي مهم والكل بيحسب لك حساب، بقى لازم تنبه المسؤولين حتى يهتموا بأمن المواطن أكثر. لا لا يا أبو سليم، أنا هالشغلات ما بتدخل فيها منوب ولا بكتب عنها على الإطلاق، ما بحب خوض فيها لا من قريب ولا من بعيد. ليش بقى؟ أخي أنا نادر قلمي لمهاجمة المسؤولين العرب وانتقادهم من النواحي السياسية الثقيلة، يعني شغلتي بالتحديد هي شجب التصرفات الغاشمة لبعض المسؤولين السياسيين الكبار، مو كلهم، لأنه في مسؤولين بينشربوا مع المي العكرة، هيك يبدو لي، وبالتالي مهمتي الرئيسية هي إلقاء الضوء المكثف على ممارستهم يلي ما بتتمتع بالمصداقية والشفافية اتجاه شعوبهم. هذا شغلي من أكثر من 22 سنة مثل ما بتعرفوا. أما الشغلات المحلية المجأجأة فأنا بمنأى عنها تماماً. بالمناسبة في بهالعدد يلي صدر صباح هذا اليوم مقال جريء عم هاجم فيه دون هوادي المسؤولين السياسيين العمالقة أصحاب الثروات ومليارات الدولارات المودعة في بنوك أجنبية. شو عنوان المقال أستاذ؟ الدولار يغزو قلوب السياسيين الكبار. يا هادية نوصي لي صوت التلفزيون من عندك شوي. هلأ نوصته، بدك ياني نوصه كمان شوي؟ ايه نوصي كمان. ايه نوصته، ما عاد سمعت شي. معلش مو ضروري تفهمي هلأ، خليني خلص هالمقالة بالأول. هلأ مو هي المقالة الأسبوعية تبع انتقاد السياسيين العرب؟ مبلا هي هي. ايه طول عمرك بتكتبها بربع ساعة، وكتير من الأحيان بتكتبها بالحمام. شو صاير لك اليوم؟ مالك عرفان تكتب كلمتين على بعضهم؟ والله ما بعرف يا هادية، عم أعصر مخي وما عم يطلع معي شيء. طيب ليش؟ شو اللي تغير؟ ما بعرف، بس عم حاول أربط بين فقر الشعوب وثراء السياسيين. يعني هيك الموضة هلا؟ لك شو موضة أنت التانية؟ شو كندرة هي ولا فستان؟ اللي بقصده إنه هلا صار مين ما كان بيجيب معدل السياسيين العرب وهن من تم ساكت. هلا مشان الله هادية تركيني شوي وخليني أعرف وظف بنات أفكاري على الورق، لازم يطلع معي شيء مهم بالقفلة. مثل ما بدك، أنا فايتة على المطبخ. إن اختلال التوازن المالي في ثروات البلاد يرجع إلى سوء توزيع هذه الثروات، كذلك الأقرع الأصلع ذي اللحية الكثيفة الكثة، فلو قدر لبعض من شعر لحيته أن يغطي رأسه لكان ذلك عدلا، ولكن أن تشفط اللحية كل الشعر وتحكره في مكان مغا. هادية يا هادية، شبك عرفان عم بتناديلي؟ ايه عم ناديلي. شو عم تعملي عندي؟ عم بخفق بيض، بدي اعمل قالب جاتو. وما لقيتي غير هالوقت حتى تعملي جاتو وتخفقي بيض؟ مالك شايفتين عم بشتغل؟ عرفان لا تجنني، على التلفزيون ما خليتني اتفرج، وحكي ما سمحت لي احكي معك، قالب جاتو ما بدك ياني اعمل. لك شبك شو صاير لك اليوم؟ بدك ياني اترك لك البيت وامشي لحتى تكتب البطيخه تبعك؟ معلش حبيبتي لا تاخذيني، انا متوتر شوي لانه لازم سلم المقاله بكره الصبح لرئيس التحرير. طيب واذا ما سلمتها شو راح يصير يعني؟ يلي رح يصير انه العدد كله ما رح يطلع، والاشاعات رح تكتر، والشاطر رح يقول خرسوه اشتروه وقفوه حبسوه لعنوا ابوه. وردي على العالم اذا بتحسني تردي. طيب انت ليش حامل السلم بالعرض؟ خلاص انا بحل لك المشكله. شلون يعني بقى بتحلي لي المشكله؟ هاتي لشوف هادي خانو، رح تكتبي المقاله عني يعني؟ لا ما رح اكتب عنك. لكن مين؟ هلا انت ما بدك مقاله عن ثروات السياسيين العرب والإحصاءات عن كل واحد شو بيملك ببنوك العالم وأثر هالشي بالاقتصاد العربي؟
بلا هذا اللي بدي اياه. لك لحظة شوي. لوين رايحة؟ عم اقول لك لحظة. روّي. تفضل عرفان. شو ها؟ هاي مقالة عن الصمود والتصدي والتحدي والإمبريالية الشرسة والصهيونية الغاشمة. ولك منين نكشتيها هاي؟ بطلاني موضة هالخطاب من زمان، قال صمود والتصدي قال. إيه، وهي مقالة عن الصمت العربي إزاء ما يدور بفلسطين، بإمكانك تضيف عليها العراق. مين كاتبها؟ مين يعني كاتبها؟ أنت. أنا كاتبها؟ إيه، ومن 25 سنة. احطيها مع جنب، تلزم. يا سيدي، وهي مقالة عن ثروات السياسيين العرب وانتعاش بلدانهم لو وزعت هذه الثروات على مشاريع تنموية. حلو كتير، عظيم جدا، هاتي لشوف. تفضل. يا سلام عليكي، هذا هو بيت القصيد. شفت انه انا بفيدك ببعض الاحيان؟ لك مو بعض الاحيان، انت بتفيديني دائما. بس شلون وقعوا هالمقالات بين ايديكي؟ يا سيدي، من يومين كنت عم عزل المكتبة، قام طلعوا بين ايدي واستحونت كبه. منيح لي ما كبيتيهم. بس بتعرفي خايف تكون هالمقالة منشورة. ها؟ أكيد منشورة ومؤرخة ب 25/5/1981. والله يا هادية، إذا كانت منشورة مشكلة. ودخيلك، مين رح يدقق إذا كانت منشورة ولا ما لها منشورة؟ أصبح رح أبيضها على ورق جديد حتى يفكروها جديدة. وأنا شو مكافأتي عندك؟ بوسة. أيوه، دخيلك أنت وهالمكافأة. تفضل استاذ علاء. بس لحظه، بس لحظه استاذ عرفان. مع الموافقه. ما بدك تقراها بالاول استاذ علاء؟ وليش لحتى اقراها هلا؟ مقالتك مو عن ثروات المسؤولين وانتقاد لسلوكهم؟ طبعا. خلاص، ما بدي اقراها. المعركه مع المسؤولين ما تزال مستمره. تفضل. شكرا، يعطيك العافيه. الله يعافيك، مع السلامه. ألو. نعم، أهلين هادية. طمني عرفان، مشي حال المقالة؟ إيه مشي حالها، وراح أخذها على المطبعة. إيه، معناها من اليوم ورايح لبقى تاكل هم، كل ما بتلاقي حالك مزنوق دور لك على مقالة قديمة. لفيها هلأ، شو لزوم هالحكي على التليفون؟ قليلي هلأ بدك شي؟ إيه، بدي أقول لك إنه أنا هلأ رايحة لعند أختي، بدي روح أنا وياها على المستشفى، بدنا نزور بنتها بمناسبة ولادتها. بقى يمكن أنا أتأخر عندهم وبجوز ما أطبخ. دبر حالك حبيبي. أي مو مشكلة، روحي ولا يهمك. ماشي الحال، الله معك. لحظة لحظة يا حباب، وين هربان؟ مالي هربان يا أستاذ، خير؟ شو بتري؟ لك يا اخي، انا طلبت شرحات مطفايه مع صحن حمص وسلطه، مشين الساعه زمان، بقى شو صار بالطلب؟ طول بالك يا استاذ، هلا بيجي على عيني. طيب يا اخي، نظف لنا الطاوله على الاقل، كب صحن السكاير، قيم هالعصير من خلقتي، صار لهم قدامي من وقت ما قعدت على الطاوله، معقوله اقعد على وسخ غيري؟ على عيني. فاتورة استاذ. شو باكم مستعجل؟ لحظة شوي. والله يا استاذ، في زباين عم ياكلوا بيمرصوا وما عم يدفعوا الفاتورة، لهيك لازم تدفع هلا. بس ما دك شايف انه المبلغ كبير؟ ليش كل هالقد؟ انا ما دخلني بالاسعار، بدك تشوف المعلم. على عيني، منشوف المعلم. ها؟ وينه المعلم؟ هلا بناديله. ما في بخشيش استاذ؟ تفضل. ها؟ وهي البخشيش. عمى بده بخشيش كمان.
لا حول ولا قوة إلا بالله. على إيش البخشيش؟ على الخدمة السيئة؟ شو هذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لك يا حباب، شو اللحمة هاي؟ يا سيد، يا أخونا. نعم شو بدك خير؟ لك شو اللحمة هاي؟ بلاستيك ولا كوشوك ولا نص نعل؟ يا أستاذ حط لها عصرة ليمون بيمشي حالي. لك شو حط لها ليمون؟ وينه صاحب المطعم؟ روح ناديلي لصاحب المطعم أوام. لك يا أستاذ مو محزي حط لها شوية ليمون وبتطرى. لك اترك الليمونة من إيدك هلا، ناديلي لصاحب المطعم خلصني بلا جائرة. عصر لها ليمونة. خير شو في؟ يا أخونا اللحمة قاسية كتير وعم تعلق عليك، وبيجوز تكون بايتة بالبراد من شهر إذا ما كان أكتر. لا يا أستاذ بترجاك، ما بسمح بهالتهمة منه. هذا لحم عجل صغير واليوم الصبح اندبح. أخي الله يرضى عليك، لا تتشاطر علي ولا تفوتني متاهات. اللحمة منزوعة وأنا ما بدي أدفع مصاري وما بدي كل هالأكلة. مثل ما بدك يا أستاذ، هاي الأكل قدامك، حبك تاكل حبك، ما حبك أنت حر. بس أنا عم أقول لك ما بدي أكل. لك ما حبيت الأكل، شلون بدي أدفع لك مصاري؟ والله يا أستاذ هاي الأكل قدامك، وبيأكل على درسه وبينفع نفسه. طيب بسيطة، تفضل هاي المصاري. شكرا، الله معك، مع السلامة. شو الزباين آخر وقت؟ الله وكيلك يا هادية، قدم لي لحمة مثل الكوشوك وصحن حمص يا دوب مبخوخ بخ وصحن سلطة مثل وشه. لا وفوق هالشي أخذ مني 450 ليرة وما أكلت شي. العمى بقلبه، هذا نصاب رسمي. لا ومو بس هيك، الجرسين جئرين وما بيردوا عليك منوب. ايه وشو رح تعمل معه؟ ان شاء الله رح تسكت له. شو بدي اسوي يعني؟ اكلتها بجنابي ومشي الحال. شو هي اكلتها بجنابي؟ انت صحفي وما لازم تسكت له بنوب، لازم تفضحه بالجرايد وتكتب عنه مقالة مثل السم. هيك فكرك؟ ايه طبعا، لكن بده يضل يسرح ويمرح على كيفه. اصبح ما في غير اني اقول لواحد من زملائي حتى يكتب عنه مقال. شو هي زملائي انت الثاني؟ ولك ايه، من هدول الصحفيين يلي بيكتبوا عن الزبالة والكهرباء والمي والتليفون، ما عرفتيهم؟ ولك هدول تبع رسائل المحافظات. طيب ليش مو انت تكتب عنه؟ ولك يا هادي انا صحفي سياسي، عم انتقد باستمرار المسؤولين العرب وارتكاباتهم وممارساتهم. يعني مقالاتي رصينة، بقى ما أحلاني بعد مهاجمتي للسياسيين والمسؤولين والإمبريالية والصهيونية اندار على المطاعم والعرق المصدي. اسمعوا على هالحكي، اسمعوا، يعني معقول واحد يتاكل حقه قدام عينه ويسكت له؟ ليش؟ لأنه مقالاته رصينة؟ قوم اكتب لك شي مقالة نقدية عن هالمطعم، خليه يعرف انه في ناس ما بنضحك عليها. لك خلصني، قوم تلحلح. بس ما حلوة بحقي، والله مو حلوة. حلوة ونص. بس ما رح اتخلى عن انتقاد المسؤولين. سيدي لا تتخلى، خلصني قوم. ماشي الحال، قايم لورا طاولتي. هادي الله يرضى عليك، اعملي لي فنجان قهوة. تكرم عينك. شو هاد استاذ عرفان؟ مقالة عن الغش والغلاء وسوء الخدمة بمطعم اللقمة السائغة. بس انت مالك بالعادة تكتب هيك مقالات؟ وين مقالتك عن المسؤولين والحكومة؟ موجودة، تفضل. ايوه، يعني مو مشان شي، بس بتعرف يعني المقالة اللي بتنتقد المسؤولين والحكومة صارت ركن اساسي بالجريدة. طبعا، ولو ما بتكون تقروها استاذ؟ لا ما في داعي، رح اقرا تبع المطعم. طيب والتانية؟ التانية كتير مهمة استاذ علاء. يا سيدي حفظناها عن ظهر قلب. جرسون؟ خير؟ في شيء؟ لا طبعا في شيء، لكن ما في شيء. خير شو في؟ وينه صاحب المطعم؟ موجود. هاي يطلع شو؟ معلم. خير شو في؟ شرف يا استاذ، مش رشحينك انت ومطعمك. مطعم اللقمه السائغه، غش وغلاء، اين الرقابه الصحيه والتموينيه؟
اللقمة السائغة أم لقمة الزقوم؟ تفضل. اي والله صحيح، ولك شلون ما بتقلي اللي تغدى عنا من يومين بيشتغل صحفي؟ شلون بدي اعرف انه صحفي يا معلم؟ اهلا وسهلا فيك استاذ. نحن اي بلا اهلا بلا بطيخ، مطعم مسخرة. اسمع ادهم، بتقولن يعملوا حملة تنظيف كاملة للمطعم، بدي اياه يلمع لمع، يعني الصحون والبشاكير والبلور والمطبخ، بدي اياه مثال النظافة والاناقة والترتيب، مفهوم؟ مفهوم علي مفهوم. بعدين بتحط لي لائحة اسعار التموين على الطاولات والليستات والحيطان، وبتحط لي لوحة كبيرة على الباب بس بشكل مرتب، مفهوم؟ مفهوم علي مفهوم. اليوم المساء بتروح على بيت هذا الصحفي وبتعطيه 3 بطاقات دعوة على الغداء والعشاء، مفهوم؟ حاضر معلم، بس وين بيته؟ ولا يهمك، هلا بسأل الجريدة. ألو هادية، يا هادية. أهلين عفان، أهلين حبيبتي. شوية خضار وفواكه، باذنجان، تفاح، بقدونس. يعطيك العافية. الله يعافيك. شو طبخ اليوم؟ بصراحة أنا اليوم مو طابخة شي. أوه، ليش مو طابخة؟ لأني عازمتك على الغداء. عازمتيني؟ وشو المناسبة؟ ما في مناسبة، بس إجتنا 3 بطاقات دعوة على الغداء والعشاء من مطعم اللقمة السائغة. أعوذ بالله، قال اللقمة السائغة، قال ما فشل نروح لعنده مرة تانية؟ طب ليش؟ قال ليش؟ ولك ما شفتي شو عمل معي المرة الماضية يا هادية؟ أو أنت كمان ما قصرت معه، إيه شرشحته شرشحة بالجريدة. طبعاً بدي شرشحه، ومشان هيك بده يصالحني هو هلأ، بس ما فشار، والله ما بروح لعنده شو ما كان. هلأ لا تعسر عرفان، أنا عزمت أختي باسمك معنا على الغداء. حسبي الله ونعم الوكيل، بس أنا بهالصورة يا هادية بكون عم بيع مبادئي. يو، دخيلك أنت ومبادئك، بعدين الزلمة بيجوز بده يغير مواقفه، ليش ما تعطيه فرصة؟ شو المانع؟ والله ما بعرف شو بدي لك. لا تقول شي، يلا بسرعة حضر لي حالك، وأنا كمان رح حضر حالي على بين ما تجي أختي. حاضر. يلا. يا أهلاً، يا أهلاً وسهلاً، أهلاً بأستاذنا الكبير، أهلاً وسهلاً، تفضلوا. أهلاً مدام، أهلاً وسهلاً، تفضلوا. المطعم منور بوجودكم. الله يسلمك، شكراً. يا أهلاً وسهلاً، تفضلوا، أهلاً وسهلاً. شو بتحبوا تطلبوا؟ اطلبوا واللي بدكم إياه، نحن بالأمر. أنا بدي ستيك أو بواف وبطاطا بيريه وشوية خضار سوتيه. تأمري مدام. وأنا بدي شرحات مطفاية، بس إذا بتريد بدي إياها تكون طرية. رح جيب لك لحمة أطرى من جبنة الأشوان. وحضرتك أستاذ عرفان، أنا بدي جاج لو سمحت مع صلصة بيضة. تأمر أستاذ، أنا رح جيب لكم 4-5 أنواع، بتاكلوا اللي بتاكلوه ورموا الباقي، إلا إذا عندكم كلاب وقطاط فبهالحالة منعبيهم بعلب وبتاخدوهم معكم على البيت. لا لا شكرا، أنا ما عندي حيوانات بالبيت. أستاذ عرفان، لحنا منعتذر على المرة الماضية، لحنا كنا مخطئين معك وجفصين كتير، فلذلك جميعاً منعتذر منك ومنطلب السماح. لا ولا يهمك، ماشي الحال ماشي الحال. الحقيقة كنتوا لازم تعرفوا على حالكم، لأن يلي ما بيعرفكم بيجهلكم. تعرفتوا منيح على الأستاذ عرفان مو هيك؟ لا معلم، عرفناه. ويا ويلكم اللي بيخربط معه أو مع غيره مرة تانية. أستاذ عرفان، بتعتبروا المطعم مطعمكم وعلى حسابكم امتى ما جيتوا؟ نحن بهمنا الصحافي، لانه الصحافي بتنورنا وبتصحح اخطائنا كمان. يا سيدي شكرا، شكرا لك. ولو العفو استاذ عرفان، اهلا وسهلا فيك. شايفه يا هاديه؟ شايفه شو ساوت مقاله وحده؟ طبعا شايفه، يعني هالمقاله احسن من كل شيء مقالات كتبتها من 20 سنه لهلا. وانت عم تنتقد المسؤولين والحكومة والسياسيين وما حدا رد عليك ولا عدل موقفه ولا صلح مساره. ايه والله صحيح، في ناس بتغلط وبتحاول هالغلط يتصلح، وفي ناس الجناب مثل طناب مو سائلي عن الطحطح. عشنا وشفنا
عشنا وشفناها، عشنا وشفناها.